بالنسبه للمشاركه ديالي الى المهرجان الشبابيه تاعنا والمشاركه ان الطفل الزبير ان شاء الله عنده المدرسه طبعا الدخول المدرسي موفق ان شاء الله وهذا طبعا الاب كل شيء قبل ما يستلم الشهاده ديالو فتلقى حال على حق الجيرانك وتحيه خاصه ايضا الام الام ديال الحفظ البيت التاريخي اللي حاضره معنا مشرفانا تصديق حال عليها طبعا بالنسبه للجديد كاين ان شاء الله الحضور ديالكم طبعا اساتذتي سادتي غادي ندير لنا واحد الفيديو كليب تاعو هذيك وطبعا غادي نزيد تكريم اخر طبعا شي اطار غادي نحطوها تقريبا من هنا شي شركات تقريبا الباز لحظات غادي نسلموا الشابه المغربيه بالنسبه للمغربيه الفنان سعد ملكة الانستغرام كنقرا داك الشيء في استطعت انها تتواصل مع بالحق ما تقدرش تعرف واش داك الشيء صح ولا داك الشيء الانستغرام بشخصيه لا نقولوا شي حاجه ما يمكن ما عارفينش داك الشيء صح ولا كذب طبعا كيبقى نجم الاغنيه في المغرب وتبارك الله عليه وكنتمنى له التوفيق ديما قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا